بدي ابدا معك استاذ جان عزيز. يعني نحن الاسبوع اللي طالع اسبوع حافل بالزيارات الدوليه، بالمؤتمرات الدوليه، بالجهود الدبلوماسيه، فما هي قراءتك لكل هذه الجهود، للمواقف المعلنه 1701 بلس 1701 بدون تعديل بدون زياده ولا نقصان، هوكستين، الفرصه الاخيره لامريكا كما يقول الرئيس نبيه بري، مؤتمر باريس نهار الاربعاء او الخميس، الجهود العربيه اللي بدات تتبلور بين مصر وقطر وعمان، ما هي قراءتك لكل هذه الجهود، وهل يمكن أن تؤدي إلى نتيجة على وقع الضغط الميداني القائم؟ لك خليني بداية أقول أنه بشكل شامل صار واضح أنه نحن قدام رأيين، إن كان بالمنطقة وتحديدا بلبنان، أو خلينا نقول مدرستين أو نهجين. في عندك مدرسة أولى ونهج أول موجود بشكل واضح بحاول يقول أنه إسرائيل كل ما تدمر بغزة وبجنوب لبنان هذا مؤشر على أنه هي مأزومة وضعيفة مش قوية، وفي هذا الرأي عم بحاول يقول لك أنه إسرائيل طالما قتلت 100,000 بغزة وصفت كل قادة حماس ووصلت تقريبا بلبنان على أكثر من 15,000 إصابة وصفت كل قيادات الحزب، هذا دليل على أنه نهايتها صارت قريبة وصارت وشيكة. مش هيك هذا الرأي بيقول لك انه لازم نكمل باللي عم نعمله وما نتراجع، والوقت منه مشكله والمدنيين منه المشكله. وبتعرف هذا الرأي موجود منذ زمن، يعني سمعنا اسماعيل هنيه عم بيقول انه نحن بحاجه لدماء الاطفال والنساء، سمعنا يحيى السنوار عم بيقول يوم اللي ما عندنا دم ما عندنا عنوان، وباليومين الماضيين سمعنا كلام في بيروت انه لا مشكله بموت المدنيين، المهم المقاتلين، لأنه هذا الرأي عم بيعتبر أنه المعركة ما بلشت ب7 أكتوبر وما بلشت ب48 وما بلشت حتى بوعد بلفور، هذه معركة بلشت بخيبر، وسمعنا هذا الكلام بشكل علني لمن خامنئي قال هذه معركة اليزيديين مع الحسينيين. مش هيك هذا الرأي نكمل باللي عم بيعملوا من دون مدى زمني ومن دون أي وقوف عند الثمن اللي عم بيندفع. بالمقابل هناك رأي آخر عم بيقول إسرائيل كيان غاصب، عدو غاشم، يقود اليوم مجرم حرب اسمه نتنياهو، بس هو كلهم هن بعداء مع فلسطين، وبالتالي هن بعداء مع أرض ومع ناس، ما فينا ننتصر إذا ما بقي شيء من الأرض وإذا ماتوا كل الناس. منشان هيك الانتصار على هذا العدو بده على الأقل يحافظ على هذه القضية الإنسانية العربية الوطنية اللي اسمها فلسطين، ونفس الشيء بلبنان. من هالرأي بيّن أخيرا بلبنان في رئيس بري، في رئيس مئاتي، في وليد جنبلاط، وفي كتار من اللبنانيين. اللي عم بصير بهاليومين الماضيين وتحديدا بالأسبوع اللي جاي أنه هيدا الرأي الثاني بلش يراكم الكثير من عناصر القوة، خاصة من بعد ما اجا زائرين ايرانيين احبطوا او فرملوا او عطلوا او عرقلوا مسار هذا الرأي. عناصر القوة اللي عم نشوفها خلينا نقول داخليا نعدهم بسرعة، كلام رئيس مئاتي لاحدى المحطات الفضائية منذ اسبوع لما بيحكي لاول مرة عن بسط سيادة الدولة وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، هذا كلام رئيس مئاتي. بعدين قمة بكركي يلي الرئيس بدي وافق شخصيا على بيانها وكان عنده بصمته بمضمونها يلي بتحكي عن عودة اللبنانيين إلى وحدة لبنان، وهذا اللي كان عم بيقوله وزير الداخلية، عودة اللبنانيين. كمان داخليا في عنا كلام رئيس مئاتي بالرد على قليباف، وهذا الرد يلي بالفعل استثنائي، واذا بدك هلا استدعاء القائم بال نحكي عن خلفياته لانه عنده خلفيات كثير مهمه. كذلك الامر بهذا التراكم الداخلي في عنا كلام جبران باسيل يلي بيقول انه معركه اسناد غزه قدمت لاسرائيل الاطار الكامل لضرب لبنان. معركه اسناد غزه لا سند قانونيا لها ولا هدف لبنانيا لها. حرب اسناد غزه افقدت لبنان معادله الندع. وحده الساحات فشلت بحمايه لبنان. لبنان صار مكشوفا لم يدافع عنه اي دوله من الممانعه،
وإيران لا تعتبر لبنان جزءا من أمنها القومي. هذا جبران بيسيل، هذا حليف الحزب مش عدوون. إقليميا مراكمة عناصر القوة اللي عم بيصير بسوريا منه هين، الانسحابات من الجولان، الانسحابات من دير الزور، الاحتكاكات بالداخل اللي عم بيصير إقليميا، الموقف العربي واضح. حتى إيرانيا أستاذ جورج، كلام بعث الإيرانية بالأمم المتحدة مبارح يعني عشوائي، عم بيتشكوا حزب الله عند الأمم المتحدة أنه هن اللي ضربوا على بيت نتنياهو مش نحنا، ما قلنا علاقة. أمريكيا معروف الموقف، وصولا مثل ما قلت عن مؤتمر ماكرون، شو قال بالدعوة ماكرون للمؤتمر تبع لبنان؟ قال كلام خطير جدا، علينا أن نتوقف كلنا عنده. بيقول إيران قامت بخيار، خليني ترجمه لئيم لأنه هو قال إلى في أنشواء سينيك، خيار لئيم بتعريض اللبنانيين لحماية نفسها، ما أدى إلى اغتيال السيد حسن نصر الله. على الحزب استخلاص النتائج وعليه واجبات، أولها التخلي عن السلاح، عن الإرهاب، عن العنف، والسماح للبنانيين بأن يلتقوا لمعالجة أزماتهم المتعددة. أكيد اللبنانيين ما بيتلاقوا حول هذا الكلام، بس هذا الكلام قاله ماكرون، ورايح اليوم المؤسسات الدستورية اللبنانية على المؤتمر بناء على هذه الدعوة. تقول نحن عم نشوف انه في تحول كبير بين هالرأيين اللبنانيين، الرأي اللي عم بيقول بدنا نخلص لبنان، بدنا نخلص جنوب لبنان، بدنا نخلص الجنوبيين من الموت والتدمير والتشريد لصالح حسابات اخرى، وبين رأي عم بيقول لا ما في لزوم، لانه اصلا نحن مش عم نقاتل كرمالهم، مثل ما طلع من كم يوم احد المسؤولين وقالنا نحن نقاتل في سبيل الله مش كرمال لا اللبنانيين ولا الفلسطينيين ولا لبنان ولا فلسطين. اليوم اذا بدك السباق بين هالرأيين، بس لوين حيوصلنا هذا الاسبوع المقبل؟ سميته الاسبوع سباق. المقبل هناك محاولة كبيرة على كل المستويات، العربية مع أمين عام جامعة الدول العربية، أمريكية مع هوكشتاين، أوروبية مع وزيرة الخارجية الألمانية اللي واصلة يمكن خلال 72 ساعة، مع دعم كتير كبير للجيش اللبناني. هاو رح يكونوا موجودين عنا. هلأ اللبنانيين والمسؤولين بيستفيدوا منهم ليخلصوا لبنان وبلدهم وشعبهم، في فرصة كبيرة. ما بدهم بيتحملوا المسؤولية أول شيء قدام الناس، وتاني شيء قدام كل اللبنانيين، وبعدين أكيد قدام التاريخ. أستاذ حسين أيوب، هالجهود الدبلوماسية، أول شيء زيارة هوكستين بكرة، جاي عم بقولوا حامل معه 1701 بلس، الرئيس بري استبق هذه الزيارة وقال ما في تعديلات لا زيادة ولا نقصان. أيضا مؤتمر باريس، هل سيكون فقط مؤتمر إنساني ولا في شيء مبادرة معينة؟ وملف لبنان شو؟ لوين رايح؟ أول شيء الحركة السياسية اللي عم بتصير بلبنان وبالمنطقة بتعبر عن دينامية ما لها علاقة بالملفين اللبناني والفلسطيني، يعني حتى بموضوع غزة الزيارات اللي صارت على القاهرة وبعض مجيء بلينكين في دينامية ما، هل هذه الدينامية بدي بس اعتذر منك لأن في غارة على برج البراجنة عم بيقولوا لي، خليني أشوف ريف عقيل، تفضل يا ريف انت معنا. لا هلا منيح. نعم جورج، واضح بان الغارات الاسرائيليه قد بدات لتوها على الضاحيه الجنوبيه. نعم جورج عم تسمعني؟ جورج عم تسمعني؟ نعم نعم تفضلي جورج. يس جورج، نعم قبل دقائق قليلة من الآن بدأت أولى الغارات الإسرائيلية الفعلية على الضاحية الجنوبية، تحديدا الغارة الأولى في منطقة الغبيري. لا أستطيع إذا ما كنا نستطيع مكان تصاعد رؤية مكان تصاعد الدخان أو اشتعال النيران في المكان أو المبنى المستهدف. جورج نعم جورج عم تسمعني؟ نعم نعم جورج، إذن
إذن أولى الغارات الإسرائيلية شنها العدو الإسرائيلي قبل قرابة الدقيقتين. هذه الغارة استهدفت منطقة برج البراجني. بطبيعة الحال عدنا في هذه اللحظات نسمع بشكل واضح جدا صوت المسيرات الإسرائيلية التي عادت لتحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية. ومن المتوقع أن تستتبع هذه الغارة بسلسلة غارات إذا ما ربطنا هذا الأمر بسلسلة التهديدات التي قام بها العدو الإسرائيلي قبل قليل وطالت حتى هذه اللحظة عدة مناطق لبنانية. نتحدث عن منطقة حارة حريك، نتحدث عن منطقة الغبيري، شويفات العمروسية، تحويط الغدير، وأيضا في البقاع، في منطقة بعلبك، في منطقة الهرمل، وفي حارة الفكاني. هذه الحارة تقع تحديدا في منطقة رياق في البقاع الأوسط. بالتالي كما أشرت جورج، واضح بأن هذه الليلة هي ليلة طويلة من العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد سلسلة تهديدات قام بها العدو الإسرائيلي باستهداف مؤسسة القرض الحسن على اعتبار بأنها مؤسسات تمويلية مرتبطة بحزب الله مباشرة. كما أشرنا في رسائل سابقة، أعداد هذه المؤسسات هي أعداد كبيرة جدا وتنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية. الغارة التي سمعناها قبل قليل جورج لم تكن قوية جدا، وإنما كانت من الغارات يعني التي لم تحدث دويا كبيرا في المبنى الذي تم استهدافه. ولكن طبعا هنا من على مشارف الضاحية الجنوبية سنتابع كل المستجدات والتطورات الميدانية جورج، وسنعود إليك فور ورودها. جورج، شكرا لك ريف. أستاذ حسين، بالعودة لك، عذرا يعني الوضع استثنائي هالليلة، كنا عم نقول عن الجهود الدبلوماسية والزيارات. أنا عم بحكي عم بقول أنه الدينامية الأمريكية تحديدا اللي عم يتعبر عنها من خلال زيارة بلينكين إلى إسرائيل وزيارة أموس هوكستين إلى بيروت، في مكان ما بتعبر عن شيء كنا حكينا عنه بالمرة الماضية، بس هلأ المرة صار له معنى أكبر، بمعنى أنه مجرد الحكي عن دينامية أمريكية هلأ تصل أو لا تصل الموضوع تاني، بس أنا بأكد يعني الأرجح أنه لن تصل إلى أي نتيجة لا في غزة ولا في لبنان، إلى علاقة بالصورة اللي عم يجربوا أربوها اللي قدمها الحزب الديمقراطي إلى الناخبين في الولايات المتردة، تحديدا موضوع العرب الأمريكيين. بهذا السياق أنا بعتقد زيارة هوكستين هي زيارة الفرصة الأخيرة لسببين. السبب الأول أنه الزلمة أخذ وظيفة جديدة بشركة أدنوك وهو بيلتحق بواحد تشرين بالإمارات، وعمليا نحن قدام 10 ايام هن المهله الاخيره لتنتهي مهلته، وبالتالي لن يبقى هذا الملف معه. هل ينتقل الى شخصيه اخرى في البيت الابيض او بيرجع للخارجيه ما بنعرف، بس عمليا هذا جزء منه لانه عم يرتب وضعه الشخصي، وهذا مؤشر انا برايي سلبي لانه يمكن بيعطي ارجحيه اكثر انه اما جاي ترامب، هذا كفرضية عالية عم بتصير، أو أنه ما له محل بالفريق تبع هارس إذا أجت على البيت يعني الأبيض. فإذا مش زيارته ما يعني هاي واحد. اثنين، لدى طرح يعني بالتواصل اللي صار مع الرئيس بري ومع الرئيس مئاتي قبل وصوله لآموس، هل يحمل ورقة خطية مكتوبة؟ لا، هو ما بيحمل شيء خطي أبدا، هو الورقة القديمة اللي كان اتفق على خطوطها العريضة من دون الاتفاق على تفاصيلها مع الرئيس بري ما زالت هي الحاكمة للتفاوض معه. العنصر المستجد هو اللي قاله بمقابلته مع جوزيفين ديب حول الموضوع لابد من إدخال تعديلات على القرار، تعديلات على 1700. أنا بعتقد الرئيس بري اليوم قطع الطريق على هذا الموضوع. إمكانية التعديلات على القرار 1701 تحتاج إلى قرار دولي، يعني بدها مجلس أمن، وبمجلس الأمن في قوى عندها فيتو، في قوى ما عندها فيتو، وبالتالي هذا الوقت الفاصل ليس هو الوقت الذي يأخذنا لا على قرار دولي 1701 بلس أو مش 1701. يعني فينا نعتبر أنه بكرة زيارة هوكستين سلف فاشلة؟ أنا بعتقد أنه زيارة هوكستين فاشلة وما راح تعمل أي نتيجة أو تعمل أي فرق في موضوع وقف إطلاق النار في لبنان. بيبقى الجزء الثاني اللي له علاقة بماكرون. بتصور هول 4 أيام المقبلين سيتقدم عنوان فرنسا على العنوان الأمريكي. ما ننسى في حساسية عالية جدا بين الأمريكيين والفرنسيين، عم بيتعبر عنها بمناسبات مختلفة، عم بيطلع الحكي مباشرة عن الأمريكيين وحتى عن الفرنسيين فيما يخص التعبير عن هذه الحساسية. ماكرون معتبر أنه الورقة التي قدمت في 27 أيلول تاريخ استشهاد السيد حسن نصر الله وكان
كان مقررا او مقدرا انه تيجي موافقه عليها من نتنياهو في الجمعيه العامه تبعية 20 يوم يعني تبعية 21 يوم اعتبر الفرنسيين انه تشكل ارضيه صالحه لاطلاق مبادره. هاي المبادره انجزوها الفرنسيين مؤلفه من 8 بنود، سلموا نسخه منها الى وزاره الخارجيه اللبنانيه، وصلت نسخه منها الى وزاره الخارجيه اللبنانيه. الورقه تبدا بال 1701 وتنتهي عند موضوع اليونيفيل والجيش. شو ابرز عناوينها للورقه؟ ما حدا بيعرف هلا بالضبط شو هي العناوين، بس المهم فيها انه عم بيقول ماكرون انه اذا كان واحد من عناصر ترجمه السريعه لهند ال 21 يوم يتخللها وقف اطلاق نار 1701، انتشار اليونيفيل المعززه، بيبعثوا الفرنسيين قوه سريعه تكون عم تدعم قوه اليونيفيل المعززه وتدعيم انتشار الجيش اللبناني واطلاق ديناميه الى علاقه بالتطويع ومد الجيش اللبناني بالعتاد والاسلحه. يعني في هيدي المبادره، هاي المبادره الفرنسيه هي العنصر الجديد هلا اللي يعني ليس فقط مؤتمرا انسانيا، لا يعني في لا 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 في اضافه لها، وبعتقد رح تطغى العمليه اذا بدك تسميها السياسيه على العنوان الانساني، لانه كمان فيما يخص مؤتمر باريس، طالما عم نحكي عن مؤتمر باريس، قرر بلينكين ما يحضر، وهذا مؤشر سلبي الى كيفيه تعامل الفرنسيين الامريكيين مع مؤتمر باريس. هذا السؤال، هل مغطى امريكيا او دوليا؟ على الارجح غير مغطى امريكيا، بعتقد بعثوا موظف او موظفه له علاقه بملف الشؤون الانسانيه بالخارجيه رح يحضر يمثل الولايات المتحدة. كانوا مقدرين الفرنسيين الأسبوع الماضي أنه رح يحضر بلينكين أو موظف رفيع المستوى، كانت هاي إشارة سلبية. هذا يعني أن المؤتمر ما يعول على المؤتمر لن يكون يعني مثل ما نحن متأملين. الحكومة اللبنانية أنجزت الورقة، حطت حاجاتها اللي لها علاقة بالملف كانون تاني، عم بتحاول تمد الرقم الى ليشمل شباط واذار، اللي هو تقدير الاولي انه بحدود ال 100-150 مليون دولار شهريا، يعني كان مقدر انه يكون المبلغ لكانون تاني 428، ممكن هلا يزيد المبلغ اذا بدهم يمدوه. في مبلغ موازي له علاقه بموضوع الخدمات العامه، عم نحكي خدمات عامه، نفايات ومي وكهرباء وهيدي القضايا، هذا كمان ملف قدم. وفي ملف خاص لحاله له علاقة بالقوى الأمنية، تحديدا الجيش وقوى الأمن الداخلي، قدمت المؤسسة العسكرية تصورها للجزء اللي له علاقة بالتطويع والجزء اللي له علاقة بالعتاد، وحتى في جزء منه له علاقة بالموضوع عائلات الجيش، وقوى الأمن الداخلي كمان قدمت ملفها. هل المؤشرات اللي نحن شايفينها لهلا تشي بانه ممكن يكون في نتيجه؟ في مشكله بموضوع التمويل بالمؤتمرات الدوليه، تعبر عنها بمؤتمرات لها علاقه باوكرانيا، عندك مشكله جورج موضوع غزه، قديش كلفه الاعمار، عندك موضوع سوريا. لذلك بعتقد انه اليوم اذا لبنان بيقدر يوصل لرقم المليار دولار بمؤتمر باريس بيكون بيته بالقلعه، بتصور انه هذا الرقم يعني هو سقف التوقعات اللبنانيه من دون ما يكون في رهان اكثر على مؤتمر باريس. نعم. قبل ما تابع معكم خليني ارجع لزميلتنا ريف عقيل، يبدو انه في ايضا غارات اضافيه تستهدف الضاحيه الجنوبيه، تفضلي ريف. نعم جورج، يستكمل العدو الإسرائيلي تهديداته باستهداف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. أيضا قبل دقائق قليلة شن العدو الإسرائيلي غارة على منطقة حارة حريك، رأينا وميض هذه الغارة مباشرة على الهواء بالصورة بعدسة الزميل سمير العقدة. بطبيعة الحال جورج، هذه الغارات تأتي من ضمن سلسلة من التهديدات التي أطلقها العدو الإسرائيلي قبل قليل. بحسب آخر المعلومات جورج، هناك أوامر لإخلاء 11 منطقة في ضاحية بيروت وفي البقاع تحيط بها مبان يقول أو يزعم جيش العدو الإسرائيلي بأنها تحتوي على أهداف اقتصادية تابعة لحزب الله، وقد سيتم استهداف هذه المراكز هذه الليلة. أيضا من سلسلة يعني المعلومات التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المجموعات الإعلامية بأنه مع المخاوف من استهداف مؤسسات القرض الحسن سواء كان في حي السلم أو في الضاحية الجنوبية ككل أو في حتى البقاع، تم إخلاء محيط مستشفى بعلبك الحكومي في البقاع لقربه أيضا من مركز القرض الحسن المشمول بتهديدات جيش العدو الإسرائيلي. واضح جورج بأن أيضا هناك أزمة مترتبة بمسألة المستشفيات التي بات معظمها يعمل بشكل جزئي أو حتى أن بعضها توقف بشكل كلي تحديدا في الضاحية وفي بعض مناطق الجنوب والبقاع. هذا تهديد جديد يأتي أيضا ليتسبب بأضرار
كبيرة في هذه المرحلة في ظل الحاجة الملحة للمستشفيات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. أيضا يعني هناك صور ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعات كبيرة من النازحين أو من أهالي العاصمة بيروت الذين غادروا منازلهم على عجل تخوفا من أن تكون هذه الغارات الإسرائيلية غارات قوية أو غارات مدمرة كما اعتدنا في الأيام الماضية وهي تأتي على مبان بالكامل، وبالتالي هناك حركة نزوح كبيرة وهناك حال من الخوف والهلع في الطرقات على اعتبار بأن مراكز الإيواء والمدارس المتواجدة أصلا في العاصمة بيروت هي ضاقت وقد اكتملت الأعداد فيها بعد حالات النزوح الكبيرة من الجنوب والبقاع. بالتالي نحن أمام أزمة نزوح جديدة، نحن أمام أزمة من الخوف والهلع. واضح جورج بأنه هذه الليلة نحن هنا على مشارف الضاحية نراقب الوضع ميدانيا في مكان مفتوح، وبالتالي الطقس تغير بشكل كبير جدا وسيكون من الصعب بشكل كبير جدا على كل هذه العائلات المغادرة على عجل مع الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن للابتعاد عن ما يزعم العدو الإسرائيلي بأنها أهداف اقتصادية تابعة لحزب الله. بالعودة فقط يعني ملخص سريع جدا جورج عن مؤسسات القرض الحسن، يؤكد التأكيد بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة اجتماعية لبنانية خدمت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين ولها حوالي 31 فرع في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. من بين هذه الفروع تتحدث عن 14 فرع في بيروت وربط 10 فروع في جنوب لبنان وستة فروع في البقاع، وطبعا يعني هناك أيضا عدة مراكز إدارية تعنى بهذه المؤسسة، وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد كبيرة أو عن مبان كثيرة سيتم استهدافها هذه الليلة. طبعا جورج كي لا أطيل عليك وعلى الضيوف معك سوف أعود إليك فور ورود أي تطور ميداني. جورج شكرا لك ريف. قبل ما تابع مع الأستاذ حسين والأستاذ جان في فيديو رح نشوفه، في هناك زحمة سير خانقة في بيروت وفي أيضا رصاص يسمع في ضواحي بيروت ناتج عن تحذير للأهالي لإخلاء المنازل التي تقع بالقرب من فروع القرض الحسن. عم نشوف بهذا الفيديو المصور زحمة السير في بعض شوارع بيروت حيث تقوم الناس بإخلاء منازلها، هذه المنازل القريبة من فروع القرض الحسن. وأعود لمتابعة الحديث. كنت قبل ما أنتقل أرجع للأستاذ جان كنت عم بسألك عن الجهود الدبلوماسية، عن زيارة هوكستين، عن مؤتمر باريس وعن حركة اتصالات عربية. عم بنحكى عن اتصالات مصرية قطرية وعمانية أيضا، شو ممكن يطلع منها؟ لا، العنصر الوحيد يعني ما لا يعول على زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية بكرة، بس أنا بعتقد العنصر المستجد هو إطلاق دينامية خماسية عربية تضم السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر. عملت اجتماع هذه الخماسية العربية وكان مقررا أن يعقد اجتماع تاني إلى يوم الخميس الماضي، لم يعقد الاجتماع، ما نعرف شو السبب. هاي الخماسية العربية أخذت على عاتقها أنه تعمل دينامية مرتبطة بموضوع وقف إطلاق النار والملف السياسي الداخلي اللبناني، تحديدا انتخاب رئيس الجمهورية وباقي الخطوات التي تلي انتخاب رئيس الجمهورية. ما بعرف ليش ما انعمل الاجتماع الثاني اللي كان مقرر، هو على أي مستوى هالاجتماع؟ كان مقرر أنه يكون الاجتماع على مستوى وزارة الخارجية. عندما يعني تم جس نبض بعض الدول اللي كانت منخرطة بهذه الدينامية قيل أن هذا التحرك منسق مع الأمريكيين في مكان ما. لازم ننطر تنشوف إذا رح يصير في دعوة لمثل هذا الاجتماع أو لا تصدر دعوة إلى هذا النوع من الاجتماع. نعم، إذن بدأ يعني حكينا عن موضوع الجهود الدبلوماسية، بدأ انتقل للشق المتعلق يعني بوقف إطلاق النار ثم الرئاسة. يعني حسب ما طرح اللقاء الثلاثي إذا بدنا نسميه بين رئيسين بري ومئاتي والأستاذ وليد جملاط، وكان في جولة على القيادات والأطراف السياسية في لبنان، ملف الرئاسة بهالإطار هيدا وين صار أو وين ممكن يصير أو شو ممكن يستجد بالنسبة له؟ خلينا نقول بالسياق العربي هناك أكثر من زيارة عملت إلى السعودية وإلى مصر من دون إعلام الأسبوع الماضي،
لأطراف سياسيين أم لقيادات معينة يعني؟ لا لأطراف سياسيين لبنانيين، ونقلت الأجواء السعودية والمصرية إلى المسؤولين اللبنانيين، وهذا شجع بالاتجاه يلي كنت عم بقول إنه رايح يراكم باتجاه كلام مئاتي، كلام الرئيس بدي يعني عبر بكركي، وحتى الكلام اللي سمعناه اليوم من وزير الداخلية. أستاذ جورج، تكون صريح ومتردد أحكيها، ما نضحك على بعضنا، اليوم في كباش بين هذا الفريق اللبناني وبين الفريق الإيراني في بيروت، والكباش الرئيس بدي عم بيحاول يدوزنه بشكل ما يؤدي إلى خسائر بالنسبة للبنان، وما يؤدي إلى خسائر بالنسبة لعلاقة لبنان بإيران وتحديدا الطائفة الشيعية بإيران. بس هناك كباش، وواضح من أنه هذا التراكم اللي عم بيراكمه الرئيس بدي خاصة عبر كلام رئيس مئاتي، بلحظة من اللحظات بده يوصل الرئيس بدي ويقول الأمر لي، لأنه البلد عم بينتهي والطائفة الشيعية عم تنتهي والجنوب عم بيتدمر. مشان هيك اليوم الدوزاج أو المعايرة الدقيقة هي هون، مش عم بيصير شيء خارج هذه اللعبة لحد هلا. هلا رئاسيا ايه الكلام يلي الباترون جبران باسيل او يلي نقل عن احد النواب يلي بعدهم معه، بس برجع بقول باستثناء هذا الكلام كل شيء مجمد رئاسيا، بس احد النواب اللي بعدهم مع النائب جبران باسيل عم بيقول انه نحن خلصنا المعركة الرئاسية، ذبحنا سليمان فرنجية مع استشهاد السيد حسن نصر الله، قائد الجيش بنخلص منه خلال أسبوعين ثلاثة، لأنه أقنعنا الرئيس بري أنه ما يمدد بالمجلس النواب. عشية نهاية ولايته لقائد الجيش بيمضي زلمتنا بوزارة الدفاع تعيين رئيس أركان وبنخلص قائد الجيش، من بعدها شو رح يعمل نبيه بري؟ بده يضطر يجي لعنا، لأنه نحن الوحيدين اللي فينا نأمن له النصاب، وبيرجع على المبدأ اللي نحن طرحناه أنه نحن مننقي الرئيس. في شو كمان في استغارة؟ تفضل يا ريف، ما نرجع نعد الفروع كلهم تبع القد تفضل يا ريف. نعم جورج، مجددا تستمر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أيضا غارة جديدة شنها الطيران المعادي على الضاحية الجنوبية تبيان. طبعا نحن في ساعات الليل جورج، لا يمكن تحديد المكان الدقيق لسقوط هذه الصواريخ، ولكن نحن نتحدث عن محيط المنطقة التي تم تحديدها في إحدى الخرائط، وتحديدا قرب محطة هاشم، هي وردت أيضا في إحدى الخرائط التي أرفقها جيش العدو الإسرائيلي قبل قليل، طبعا على أطراف منطقة الحدث أو هذا الخط، هذه المنطقة تحديدا. إذا تستمر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ويستمر معها التحريق المكثف الطيران المسير. نقطة أود الإشارة إليها جورج، بأنه مع حالة النزوح والخوف من اللبناني، هناك الكثير من الأخبار التي يتم تداولها، هناك أحاديث عن أن هناك بعض الاتصالات تطرد إلى منازل اللبنانيين وتطلب منهم إخلاء هذه المنازل فورا. هذه الأخبار هي غير صحيحة حتى هذه اللحظة، يتم التداول بكثير من الأخبار، يتم نسب الكثير من التهديدات وتحديد مناطق جديدة. نحن طبعا واضح بأننا لا نحتاج إلى تهديد إضافية، ونتمنى أن يكتفي العدو الإسرائيلي بما أطلقه حتى هذه اللحظة، ولكن ربما يعني هذه المرحلة تستوجب الدقة والحذر وتستوجب الكثير من المسؤولية الاجتماعية في التعامل مع هذه اللحظة الحساسة، على اعتبار بأننا نتحدث عن أعداد كبيرة من أهالي العاصمة بيروت ومن أهالي البقاع والجنوب، ممن سيضطرون في الساعات والدقائق القليلة المقبلة إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عنها. بالتالي يعني ربما يتوجب اللجوء إلى المواقع الإعلامية الموثوقة لتثبت من كل المعلومات الواردة، ولكن الثابت والأكيد بأن هذا العدوان الإسرائيلي بدأ على الضاحية الجنوبية، وهو بدأ في عدة مناطق لبنانية. نحن لازلنا حتى هذه اللحظة نتحدث عن غارات تطال منطقة الضاحية، لم تتوسع حتى هذه اللحظة لتطال العاصمة بيروت، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة. نرى في هذه اللحظات الدخان يتصاعد من المبنى الذي تم استهدافه،
وطبعا نسمع يعني نسمع بشكل خفيف جدا اصوات لسيارات الاسعاف في هذه اللحظه. نرى هذه السيارات تتحرك يعني في محيط الضاحيه الجنوبيه، ولكن واضح بان هذه المهمه ستكون من المهمات الصعبه هذه الليله، على اعتبار انه في الايام العاديه وفي الايام الماضيه كان العدو الاسرائيلي يستهدف حتى السيارات الاسعاف وفرق الدفاع المدني، وبطبيعه الحال كما بات معلوما هو وصل الى استهداف حتى المؤسسه العسكريه في لبنان وتحديدا الجيش اللبناني، وبالتالي التهديدات الاسرائيليه هي تهديدات جديه وتحمل على الكثير من المخاوف، وبالتالي سيصعب مع هذا العدوان الاسرائيلي الموسع هذه الليله والتهويل والتهديد الاسرائيلي بان تكون هذه الليله ليله قاسيه على لبنان وعلى العاصمه بيروت، سيكون من الصعب جدا على فرق الاسعاف والدفاع المدني بالتحرك في الضاحيه الجنوبيه ومحيطها، خاصة للتأكد إذا كان هناك من أي من الإصابات لا سمح الله أو من الشهداء أو الجرحى، خاصة بأننا نتحدث عن أماكن تم تحديدها على الخرائط الموثقة بالتهديدات الإسرائيلية وهي مناطق ومباني لا تزال مأهولة حتى هذه اللحظة. جورج سوف أعود إليك، وبالتالي سوف نكون معك في كل غارة إذا ما قرر العدو الإسرائيلي باستكمال عدوانه على العاصمة بيروت ومحيطها هذه الليلة. جورج، شكرا لك ريف. إذا مثل ما شفنا غارة قوية استهدفت الضاحية الجنوبية مثل ما نقلت لنا الزميلة ريف عقيل، وأيضا هناك من البقاع ريبيكا سمعان. ريبيكا تفضلي، أنت معنا مباشرة على الهواء، ماذا يحدث في هذه الأثناء في منطقة البقاع؟ نعم جورج، إذا وجه متحدث باسم جيش العدو أفخاي أدرعي إنذارات كما في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في بيروت أيضا إلى البقاع باستهداف القرد الحسن الذي لديه 6 فروع في البقاع، إنما الإنذارات توجهت لثلاث مناطق. أولا خليني أعدد 6 فروع في البقاع، إحداها في بعلبك المدينة، أخرى في بدنايل، الهرمل، مشغرة، بعلبك راس العين، وعلي النهري. إنما في الإنذارات التي وجهها المتحدث باسم جيش العدو وجهها لثلاث مناطق وهي بعلبك، الهرمل، وحارة الفيكاني. إنما في حارة الفيكاني ليس هناك من فرع لقرد الحسن الذي حدده العدو الإسرائيلي أو الذي حدده المتحدث باسم جيش الاحتلال على الخريطة، هذا يبدو أنه هذا مغلوط، والموقع أو فرع قرد الحسن هو في بلدة علي النهري. إذن هي إنذارات وجهها العدو الإسرائيلي. الآن نسمع بشكل واضح طيران الحرب في أجواء البقاع، وكذلك طيران الاستطلاع اللذان يحلقان على علو منخفض. طبعا يعني اليوم كنا قد شهدنا على سلسلة من الغارات، إنما التي كانت 7 غارات على الهرمل وكذلك على سحمر، بلدة سحمر في البقاع الغربي، أما الآن فهي سلسلة من الإنذارات على بعض المواقع أو المباني التي حددها في الخارطة. نرجع نذكرها اللي هي بعلبك، الهرمل، وحارة الفيكاني. يبدو أنه الاستهداف سيكون ليس على حارة الفيكاني إنما على علي النهر القريبة من هذه البلدة والتي فيها فرع طبعا لقرد الحسن. وأيضا هناك حركة نزوح في قرى وبلدات البقاع خصوصا من المواقع المحددة على الخارطة في هذه الأثناء. وخليني أشير إلى أنه هناك خبر حول إخلاء مستشفى بعلبك الحكومي في البقاع شرقي لبنان، ولكن لم يتم إخلاء هذا المستشفى، إنما نقل المرضى من مبنى إلى مبنى آخر في المستشفى نفسه، طبعا حفاظا على أمنهم وسلامتهم. وهذا خبر يعني يتم تداوله بإخلاء المستشفى، هذا الخبر غير صحيح وعار عن الصحة، هو فقط نقل المرضى من مبنى إلى مبنى آخر أكثر أمنا وسلاما، خصوصا وأنه المستشفى يبدو أنه قريب بعض الشيء من موقع الذي حدده أو الذي حدد على الخريطة موقع الاستهداف. إذن طبعا نحن سنكون معكم. نعم ريبيكا، شكرا لك. هذه الإنذارات ومن ثم تهديدات الغارات من البقاع. نعم جورج، عودة لك. نعم شكرا لك. برجع لكم، كنا عم نحكي عن الملف الرئاسي. تفضل استاذ جان، رئاسيا كنت عم تحكي عن قصة موقف الوزير جبران باسيل، قصة كل المحاولة اللي عم تنسب للنائب جبران باسيل، وقلنا تفاصيل. عم بقول خلص من سليمان الفنجية، وهلا اقنع نبيه بدي بانه يتخلص من قائد الجيش، هيك عم بيقول، وانه بعدين بيرجعوا لطرحه انه نحن بنسمي الوسيط الثالث. بس اكيد هذا الموضوع
واضح انه خارج هذه الحسابات. سمعنا كلام الرئيس بدل اليوم لقناة العربية، قال انه يحتاج الى تعديل دستوري و86 صوت. شفنا امبارح تغطية الشرق الاوسط لموضوع قائد الجيش، الرئيس بدل اصلا ولا مرة قال غير هيك. منشان هيك قدام النواب قال لهم انا بحاجة لرئيس يحوز على تأييد 86 صوت. حين سئل عن الامر قال لهم حتى نتخطى اي اعتبار لجهة التعديل الدستوري استنادا الى مطالعة الوزير بهيج طبارة سنة 2008. ما ننسى رئيس بدي دستوري كبير ما ممكن يناقض نفسه بال 2008، هذا كان موقفه لما نضجت التسوية ونزلوا على مجلس النواب ب 25 أيار. في عدد من النواب قالوا انه الجلسة الان تحتاج الى تعديل دستوري، شو طلع رئيس بدي قال وطلب تدوينه بالمحضر، هذا امر غير صحيح. انتخاب قائد الجيش دستوري لانه يتم بناء على المادة 73 بعتقد التي تسقط المهل في حالة الشهود، وطلب تدوين ذلك. ومن هيك عم بقول انه بده رئيس يحوز 86 واكثر لتلافي هذا الامر. بس برجع بقول الموضوع مأخر، خاصة من بعد مبينة الحركة الايرانية قديش رايحة بعيد. هون تأرجع على هذا الموضوع، كنا عم نقول عن رد الرئيس الحكومي مئاتي على قليباف، اكيد نفي قليباف ما له معنى لانه الرسالة وصلت. اثنين انه اللي عمل المقابلة رونو جيرار، يعني منه لا مبتدئ ولا هاوي، اللي بيعرف شو يعني الصحافي الفرنسي بيعرف شو يعني رونو جيرار، وبالتالي هذا الكلام كلام موثوق. بس الاهم يا استاذ جورج، انا بدي اذكر انه هي مش اول مرة الايرانيين بيحاولوا هذه المحاولة. بال 2005 جابوا السفير الايراني في باريس الى بيروت لتركيب التحالف الرباعي بهذه الخلفية، خلفية التفاوض على لبنان. بال 2006 عرضوا على جان كلود كوسران بطهران المثالثة بدل المناصفة بالدستور اللبناني، يعني هي عمليا محاولة جديدة بهذا الاتجاه. يمكن تأخر او تعرقل المسار اللي عم بيصير بلبنان، بس برجع بقول الدفع الكبير اللي بلش لبنانيا من المبادرة الثلاثية بعين التينة لقمة بكركي لكل الأجواء ممكن أنه تتخطى هذه العراقيل. أستاذ حسين، هل في شيء عم بيتحرك رئاسيا؟ عم نحكي بالملف الرئاسي. لا، ما بعتقد في شيء عم بيتحرك أبدا. حكي الرئيس بري الليلة للعربية كان واضح حول موضوع ترشيح قائد الجيش، وأنه هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري. يعني عم بيحكي عن 86، وإن كان أضاف كلمة وهذا أمر صعب الآن، يعني لغاية الآن. أنا بعتقد محاولات يعني البعض الدفع باتجاه استثمار اللحظة السياسية الحالية تا يكون هاي اللحظة السياسية قوة دفع لانتخاب العماد جوزيف عون، أنا بعتقد تأذي فرصته وهي الفرصة الأعلى حاليا. بتصور أنه لازم تكون الأولوية لوقف إطلاق النار حاليا مش لأي اعتبار تاني. عم نشوف الناس على الطرقات جورج، عم نشوف هلأ الترويع اللي عم بيصير. إسرائيلي من حوالي تقريبا أسبوع بطل عنده أهداف يلي صار بالنبطية. ليش النبطية؟ لأنه النبطية المجلس البلدي عنوان صمود للناس بالنبطية، المجلس البلدي اللي هو بقي كليته وكان عم بيعمل سبل لتدعيم الناس بالأكل والشرب والوحدات الغذائية والحرام وكل التفاصيل الناس، وحتى الناس اللي عم تجي من خارج النبطية كان دايما عم بيعمل تحذيرات الإسرائيلي وما كان عم تلاقي صدى. كان عم بيوجه انذارات لعدد من القرى بمحيط النبطية للتوجه إلى شمال نهر الأولي، ما كان عم بيلاقي. شفنا من بعد هاي الضربة الكبيرة كيف كان صدى الموضوع، وقبل ضرب سوق النبطية كيف صار في تقريبا شبه نزوح من مدينة النبطية كامل. اللي عم بيصير اليوم عند بالضاحية امبارح واليوم واضح انه عم بيستكمل، يعني في بعض المناطق خلينا نقول مثل الغبيرة وهو عم بيقرب منها لهي المناطق. الترويع اللي عم بيصير ببيروت بعنوان القرض الحسن، واللي هو يعني كلنا بنعرف انه القرض الحسن ما في مؤسسة بعدها يعني لا فاتحة مكاتبها ولا اصلا فيها شيء نهائيا، يعني اخليت من بداية الحرب. واضح انه في جزء من الموضوع له علاقة بترويع المدنيين. نعم. هلا بدي انتقل بالختام تأحكي عن موضوع أزمة النزوح. أستاذ جان، يعني موضوع النازحين والأزمة، يعني سمعنا وزير الداخلية شو قال بأول حلقة،
وأيضا هناك جو له علاقة بمشكلة قد تتفاقم مع دخولنا فصل الشتاء. يعني إذا ضل الوضع نتأمل أنه ما يضل هذه الحرب ونوصل لحل معين قبل ما ندخل فعليا بفصل الشتاء. ولكن أزمة النازحين مع كل تداعياتها وإنعكاساتها ماذا يمكن أن يقال عنها؟ بعتقد هذه أولوية الأولويات اليوم، وتلتقي يمكن مع وقف النار لأنه هي بعلاقة سببية مع وقف النار. ممكن إذا قدرنا نوصل على وقف نار بنخفف من المأساة، بس ما بنعالجها، لأنه أستاذ جورج الدمار اللي موجود بالمناطق الجنوبية كبير، يلي عم بينحكى أنه وصل لأكثر من 10% من مساحة الأراضي اللبنانية، منه هين الرقم، عم نحكي عن أكثر من 130 قرية وبلدة، عم نحكي عن ألاف المساكن المدمرة بالكامل غير الجزئية التدمير. منشان هيك حتى ولو وصلنا لوقف إطلاق نار عنا مأساة كبيرة على مستوى النزوح، وهذه المأساة عندها شقين مثل ما كنت قلت الأسبوع الماضي. في شق إنساني هو هلأ بسبع عن جد مع الشتاء، مع الأحوال الجوية، بأي لحظة تتغير الأحوال الجوية في مآسي كبيرة ببيروت، بالشوارع، بالساحات، بالحدائق العامة. عندها شق آخر هو شق سياسي، هو بعلاقة اللبنانيين ببعضهم. رغم كل الحكي ورغم كل المحاولات ورغم كل دعوات الوحدة ورغم كل المبادرات اللي عن جد رائعة، يعني شفنا مثلا مطبخ مريم مع الأب هاني طوق، هذه المبادرة اللي عن جد رائعة. شفنا المبادرة اللي عم بيعملوها فرح وعطاء بالكارانتينا للإيواء، هلأ في مشروع لإيواء كبير كمان بطرابلس. بس هو كلهم ما بيعالجوا جذور المشكلة. المشكلة إنه بلبنان انهار مفهوم الدولة، يعني المفهوم كمفهوم، القانون، احترام الآخر، احترام الانتظام العام، ما عادوا موجودين. اللي شفناه امبارح الاعتداء على شرطي من قوى الأمن الداخلي، هذا نموذج نحن وين واصلين. أستاذ جورج اللي بده يزعل يزعل، صار لنا فترة في عملية تحريض على لبنان، مش على شيء تاني، على لبنان كوطن كدولة. عم نشوفها كل يوم، الناس عم بيطلعوا يقولوا ما بدنا أي شيء بمثل هذه الدولة بصلة ولا أي رمز لألا. أنا خايف هذا الموضوع إذا ما قدرنا وصلنا على وقف نار وعلى تسوية سياسية بشكل متزامن مع معالجة مأساة النزوح، أن نكون رايحين على انفجار. وهذا اللي قلته الأسبوع الماضي، مطلوب تسوية ترجع تطمن الناس إنه في بلد وفي دولة تردن عليها. بعرف أنه البعض مثل ما قال سليمان فرنجي والنائب طوني فرنجي بدهم هلأ حدا يركبوه، ولبل حتى مثل ما قال تحديدا يعني النائب طوني فرنجي بدهم حدا يسحس حوله بدهم إياه رئيس جمهورية. بس هذا بيفجر البلد، بيعمل مأساة، بيعمل حرب عند النازحين وبالمجتمعات المضيفة وغير المجتمعات النازحة. عن جد كرمال ما تبقى من هذا البلد من اللبنانيين ما نروح على الحسابات الصغيرة جدا على حساب البلد. نعم. وعلى حساب الناس. أستاذ حسين بالختام، موضوع النازحين الأسبوع الماضي كان عندك كلام بهذا الأمر، وقلنا أنه اليوم بقى نحكي كمان عن موضوع النازحين وعن هذه الأزمة يلي بتحمل بطياتها الكثير من المآسي الإنسانية والاجتماعية. بموضوع النزوح والإيواء، أنت جورج عندك مشكلة غير مسبوقة. يعني إذا بترجع للتاريخ اللبناني 80، الناس وقت اللي وصل إسرائيل على بيروت وحاصر بيروت حوالي 3 شهور، معظم الناس اللي ببيروت، عم نحكي الشطر الغربي من بيروت، ذهبت إلى المناطق، وبالتالي عاشت المناطق اللبنانية سواء اللي كانت تحت الاحتلال أو خارج الاحتلال عادي، ظروف طبيعية جدا، وبقيت في مجموعة محاصرة ببيروت. هاي العملية ظلت حوالي تقريبا 100 يوم. عندك النموذج اللي قبله، نموذج 78 كمان غارة على الضاحية الجنوبية. تفضل يا ريف. نعم جورج، مجددا
أو تجددت الغارات الإسرائيلية في هذه الأثناء. شن العدو الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة حارة حريك، نرى بالصورة مباشرة على الهواء الدخان يتصاعد من المبنى الذي تم استهدافه. بطبيعة الحال هذه الغارات لا تزال مستمرة منذ قرابة النصف ساعة، ولكن كل هذه الغارات بتزامن مع أولى الغارات التي بدأت قبل قليل في منطقة بعلبك. نتحدث عن غارات إسرائيلية لا تزال تطال منطقة الضاحية الجنوبية، علما بأنه بحسب التهديدات الإسرائيلية هناك مخاوف من أن يكون هذا العدوان الإسرائيلي أو يشمل هذا العدوان الإسرائيلي العاصمة بيروت وعدة مناطق أخرى. ولكن مجددا كل التهديدات التي أطلقها العدو الإسرائيلي في الدقائق القليلة الماضية والتي توسعت سواء كان في البقاع أو في الجنوب أو في العاصمة بيروت أو تحديدا في الضاحية الجنوبية لا تزال حتى هذه اللحظة في الضاحية. طبعا يعني هي بين كل غارة وغارة هناك قرابة نصف ساعة تقريبا، لا نعلم كيف سيكون مسار هذه الغارات طوال هذه الليلة، لا نعلم إذا كانت بالفعل ستتوسع لتطال العاصمة بيروت، ولكن حتى هذه اللحظة نتحدث عن 3 غارات أو 4 غارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. ربما تكون هذه الغارة الأخيرة كانت الأقوى بين كل الغارات التي سبقتها، ونرى الدخان الأسود يرتفع إلى مستويات عالية من المبنى الذي تم استهدافه في محيط منطقة حارة حريك. مجددا جورج، طالما هذه الغارات تكون على منطقة الضاحية الجنوبية ربما يكون هناك نوع من التطمينات بأن هذه المنطقة لا يتواجد فيها عدد كبير من السكان، أو ربما لا تكون مأهولة في هذه المرحلة، خاصة بأن كل أهالي الضاحية كانوا قد غادروها. الخوف الكبير جورج الليلة يتركز على العاصمة بيروت وعلى البقاع اللبناني وعلى كل المناطق التي من الممكن أن تشمل مراكز القرد الحسن على مختلف الأراضي اللبنانية. جورج، شكرا لك ريف. بالعودة أختم معك استاذ حسين، منكفي بموضوع النازحين. عم بقول جورج انه اذا بتاخذ النماذج اللي مرقنا فيها قبل، عم نحكي عن اشياح 82 كيف صفيت اخر شيء الحصار لبيروت، عم نحكي عن 78 الاجتياح استمر 7 ايام، عم نحكي عن نموذج 2006 عملية استمرت 33 يوم. نحن اليوم قدام عملية بدأت عمليا من 8 اكتوبر 2023، يعني صارنا سنة وشوي. كان مقدرا يعني وقت اللي كان عندك تقريبا حوالي 120 ألف نازح من القرى الحافة الأمامية تقريبا معظمهم، كان التقدير عند الدولة اللبنانية وعند المؤسسات الدولية أنه قد نصل بذروة الأزمة لرقم 300 ألف، ممكن يرتفع الرقم إلى 400 ألف حالة إيواء. نحن بيوم واحد بعتقد ب 16 أيلول أو ب 16 أيلول بيوم واحد، لا 16 هو النهار بعتقد اللي صار وقت التصويت، اللي عمل التصويت ملا ب 16 وقت اللي صوت الكابينات على موضوع توسيع الحرب وحدد الهدف الرابع. بظرف 4 ساعات انتقلنا من رقم 120 حالة ألف حالة إيواء إلى 1,200,000، يعني ضرب الرقم بعشرة. هل كانت الدولة اللبنانية ومؤسساتها المجتمع الدولي اللي كان عم بيواكب العملية مهيئ لهذه العملية؟ لا، لم يكن مهيئا، لم يكن مهيئا من جهة، ولكن إذا أنت بترجع بتراقب كيفية تعامل الدولة اللبنانية مع الموضوع حكومة ومجتمعا أهليا، بتقول لا، في شيء عن جد أسطوري وخيالي. بيرجع بذكرنا بأنه هذا المجتمع وخصوصا المجتمع الأهلي من تجربة الكورونا إلى تجربة مرفق بيروت، العملية اللي استغرقت 2 أو 3 دقائق وما حصل في بيروت، إلى اليوم اللي عم بيصير منذ 8 أكتوبر إلى اليوم، موضوع البيجرز كلنا عم نقول كيف في 1,100 سيارة تحركوا بالطرقات خلال دقائق، عم نقول وصلوا كلهم على المستشفيات، إلى 1,200,000. في تجربة عمليا عم تعطي إلى هذا المجتمع دور، عم يفوت فيه المبادرات القطاع الخاص إلى آخره، بس هذا ما بينفي أنه رح تبقى المسؤولية الأولى والأخيرة للدولة اللبنانية. ليش عم أقول هذا الشيء؟ لأنه أنت اليوم فعليا وقت اللي عم تحكي عن 25% من الشعب اللبناني نزوح، يعني عم تقول خد نموذج دولي مثل فرنسا، يعني تحكي عن 17 مليون من أصل 70 مليون، عم تحكي إذا بتاخد بلد مثل أمريكا 330، يعني عم تاخد كمان رقم كبير. اللي عملته الحكومة أنا برأيي لحد هلأ ممتاز، في بعض القضايا يجب الالتفات لها،
جزء منها انه حاله النزوح مش بالضروره توقف عند سقف معين، لانه هلا انت عم تشوف اليوم اللي عم بيصير ببيروت وبالضاحيه وببعض المناطق، شفنا اللي صار بالنبطيه، هذا يعني انه امكانيه النزوح ممكن تكبر، هذا من جهه. من جهه ثانيه عندك مجتمع مضيف بده يكون عم بيقدر يتقبل فكره انه النزوح قد يستمر شهورا طويله. نعم. هذا يقتضي بس بدي اقول بدك بس بدي بعد بدي كمل اذا في شيء بده يطلع على الهواء ولا لا. لا، المطلوب مني اني اختصر مشان انقل عند المراسلين. بس بدي اقول انه هذا يقتضي في مجموعة شغلات جورج حتى ما نرجع المرة الجاية لهذا الموضوع. أولا بالمعنى السياسي، الحكومة يمكن ممثلة فيها كل القوى السياسية، ولكن أنا بعتقد في دور لوزارة الداخلية، ياريت كانت تسنى لنا الفرصة نعمل حوار مع وزير الداخلية. نعم. أنا شخصيا بقول أن وزارة الداخلية منذ بداية هذه الأزمة لم أجد لها حضورا كما ينبغي، هي حكومة الحكومات. نعم. هي مش وزارة بيئة ولا وزارة شؤون اجتماعية. كيف ممكن يترجم هذا الشيء؟ أنا برأيي بيترجم بمية طريقة. يكفي أنه تكون اليوم بدلة العسكري تبع الدولة اللبنانية موجودة بكل شارع من شوارع بيروت أو ببعض المناطق بجبل لبنان. عم نمرق بمناطق جورج أحيانا تقعد ساعة ببيروت لأنه ما في عنصر قوى أمن داخلي عم بينظم السير. أنا بكل هالفترة شفت مرة واحدة عناصر عم بينظموا السير ببيروت، عم بيحكي عن 1100 كان ببيروت. أنا بعتقد في إمكانية استعين باللي كانوا بالضاحية وقت اللي كان معمول خطة لمداخل الضاحية. نعم. أصلا قوى الأمن معاش موجودة بالجنوب، وفي جزء من الجيش كمان بطل يمكن يكون موجود بالمواقع الأمامية. ممكن الاستعانة بس تحديدا بقوى الأمن الداخلي. أنا برأيي اليوم الشرطة بتعمل فرق بحياة أهل بيروت، بلا ما يكون في صفين أنت قبلين الصفين، بلا ما يكونوا ثلاثة خليهم صفين. هذه شغلة. شغلة الأهم من هيك، أنا برأيي الناس اللي إجوا على بيروت، أنا برأيي بدهم يكون عندهم سعة صدر عالية، بدهم يكونوا عم بيحافظوا على النظافة، عم بيحافظوا على كل الأماكن اللي موجودين فيها حتى ببعض المظاهر الحد الأدنى. بتصور في غرفة لازم تنعمل بوزارة الداخلية يكون عندها وظيفة تبديد بعض الإشكالات اللي ممكن تعترض بعض الخطط اللي عم تعملها الحكومة. عندك نموذج جورج هلأ قصة إطلاق العامل الدراسي بأربعة تشرين تاني وفق خطة الطوارئ اللي أعلن عنها وزير التربية. إذا كان مقدرا أنت عم تحكي عن 400 ألف طالب نازحين، إذا ال 400 أنت اليوم عم بيحكي وزير التربية عن مدارس حوالي 100 مدرسة بدهم يعملوا لهم دوامين قبل الظهر وبعد الظهر، وعم بيحكي عن 80% من المدارس الخاصة وافقت على الدوامين على أن تتكفل وزارة التربية بتغطية هذا الجزء. إذا هذا الشيء يقتضي بعض الخطوات، يعني أنت اليوم خذ نموذج راس بيروت، أنت عندك 8 مدارس رسمية كلهم فيهم نازحين، مطلوب إخلاء مدرسة حتى أنت تجيب كل النازحين وأهل أولاد راس بيروت على مدرسة. هل يقتضي ذلك أنك تأمن مكان لهود الناس؟ هذا قرار ما بياخده وزير الداخلية ولا بياخده رئيس الحكومة. هذا قرار بياخده غرفة عمليات سياسية، ليس بالضرورة أن تكون فيها أحزاب أبدا، بس ممكن تكون فيها كتل نيابية موجودة بقلب وزارة الداخلية. بعتقد أنه في أشياء ممكن تنعمل لتحسين الوضع، تعمل فرق بحياة المدينة. في مواقف سيارات، يعني لو البلدية أو المحافظ دققوا ببعض التفاصيل ببيروت بيقدروا ينظموا موضوع، لأنه جورج تحولت بيروت إلى موقف سيارات. الناس وقت اللي هربت أول شغلة أخذت معها شو؟ سياراتها. صفتها ببيروت ما عادش عم بتحركها. أنت اليوم في 3-4 محلات ببيروت إذا بس بتعملهم هودي مواقف سيارات بتحل مشكلة كتير كبيرة ببيروت. لأنه جورج جاي موسم الشتاء، موسم الشتاء راح يطرح كتير أسئلة وصعوبات علينا، بدءا من تنظيف المجاري، لأنه اليوم بين بالملموس إنه إذا كنت أنت عم تجمع نفايات هالقد اليوم من هالشارع ببيروت زادوا 40%، يعني عمليا في أنت عندك زيادة يعني 40 إلى 50% على سكان العاصمة. إذا هن 350 ألف زدت فوق أنت شي 150 تقريبا. فلذلك عم بقول قدام هذا الوضع اللي موجود ببيروت، المطلوب أنك تستعمل أدوات بالمقاربات اللي عم تنعمل، مش بالأدوات التقليدية اللي انعملت لحد هلا. أنا بدي أشكركم جان عزيز وحسين أيوب على هذه الإطلالة الليلة، وهذه ليلة صعبة بدأت على بيروت وعلى كل المناطق في لبنان، ورح منكون بجولة مع مراسلينا لموافاتنا بآخر الأخبار التي لها علاقة بالغارات التي تستهدف فروع للقرد الحسن في منطقة رياق، أيضا في سوق بعلبك، أيضا في مناطق أخرى بحومين الفوقة. يعني بعد شوي رح منكون مع مراسلين جسانت عنتر وربيكا سمعان وريف عقيل ومحمد فرحات. أنا بدي أشكرك أستاذ جان عزيز، أنا بدي أشكرك أستاذ حسين أيوب، على أمل أنه الأيام المقبلة تحملنا بعض الانفراجات إذا شيء. أهلا وسهلا فيكم. شكرا.